عمرني توقعت غيجي هذا النهار اللي غنقول لكم فيه انا تزوجت بحال هكا. قداش فرحان وانا كنشوف فيكم هكا قدامي كلكم عايشين معايا العرس ديالي عرس الكتروني. واحد الانسان اللي كيبغي يدير خطه لحياته، ديما باغي ندير خطه ونكون عارف شنو غيوقع من هنا لقدام، ولكن ربي هاد المره كان عنده خطه لي احسن، هو ان هاد النهار ثلاثه في شهر ثلاثه اللي تزاديت فيه اصلا وانا صغير، تزاديت مع ثلاثه، ربي كتب لي انه يكون نهار عرسي، تانا كتجيني نفس الافكار اللي كتجي كاع الدراري، تانا كيجيني نفس الخوف اللي كيجي كاع الدراري من الزواج، غنجاوبك على كاع الاسئله اللي كدور لك في راسي، اي حاجه كتوقع ممكن تكون دارت ليا في راسي قبل ما نقرر هذا القرار هذا، سير غتكون دارت لك في راسي، ومن وراها غنقنعك، وغنقول لك كيفاش انا اقتنعت انني نعيش هذا النهار هذا ونشاركه معاك بهذه الطريقه هذه. عاجل مجوج ولا ما مجوج؟ بزاف غيتصدموا من هاد القصه وغتكون عبره للناس، حيت عاجل تهموا بزاف الناس انه تيتفادى يجاوب على هاد السؤال. ما خجلش من واحد الحاجه اللي هي انه يعلن على الارتباط ديالو رسميا بالزواج الى بغيتي تشوف. مبدأ الكون كامل مبني على السالب والموجب. العلم الحديث اكتشف بلي كل حاجة في الدنيا عندها الزوج ديالها، حتى الخلايا كنقسمو لجوج باش كيقدر الإنسان يبقى عايش، لقوله تعالى ومن كل شيء خلقناكم زوجين لعلكم تذكرون. مبدأ الزوج من كل حاجة يعني استمرارية الكون، السماء والأرض، الشمس والقمر، الليل والنهار، النور والظلام، السهل والجبل، والذكر والأنثى، كل ما تجمع جوج كل ما تخلقت قوة أكبر، كل ما الحياة زادت استمرات ونورات. واليوم جوج ديال الناس بغاوكم تعيشوا معاهم الليلة ديال العمر، الليلة ديال الزواج اللي بها تزيد تستمر الحياة أكثر، والكون غيكمل السبب علاش تخلق منه. مني كنت صغير باقي كنعقل على راسي في الاعدادي او في الثانوي، كان عندي الحلم ديال انني نتزوج ونكون عائله صغيره ويكون عندي الكاميرات ويكون عندي الميكروات والاستوديو في الدار ونكبر داك الوليد نعلمو كاع داكشي اللي عطاني ربي. ولكن ديما كنت كنقول هاد الانسان هادي اللي غتعيش معايا هاد الحماق ديالي اللي غتعيش معايا هاد العالم الابداعي اللي كنعيش فيه شكون فين كاينه؟ ومن ديما ملي كنت كنقول فين كاينه هاد البنت هادي شنو غتكون كدير دابا، كان كتجيني واحد الصوره في بالي عرفتي سندريلا ملي كنكونو كنقلبو على داك الصباط على شكون من غيجي. ما تصوروش شحال وانا كندور بداك الصباط، شحال وانا كنحاول نقلب على داك الوجه اللي تخيلته مني وانا كنقرا في الاعدادي، عمرني لقيته. وحتى في لي زانترفيو ديالي كل مره كنت كنخرج شي سبب علاش انا ما بغيتش نتزوج، ولكن في واحد الانترفيو غنقول هاد الهضره هادي. بابا صافي قررتي ما تتزوجش وتكبر حياتك بوحدك دابا حاليا؟ اه ما نقدرش الا من هنا القدام طرات شي معجزه. وبصح طرات هاد المعجزه، المعجزه ديالي
هي الإنسان اللي تعرفت عليه. أول كونفرساسيون غدور بيناتنا غنتعاود قصة حياتنا دو أزيد. غادي نبقاو ساعات وحنا كنتعاودوا القصص ديال حياتنا. الحاجه اللي صادمه ان كاع داكشي اللي دازت منه دزت منه انا بالضبط. هي قرات ديفلوبمون، انا قريت ديفلوبمون، هي عز على التصوير، انا عز عليا التصوير، هي كدير المونتاج، انا كندير المونتاج، هي عز على اللون الكحل حيت بزاف الناس كيبان لهم اللون الكحل واحد اللون اللي هو سوداوي ونيجاتيف. انا وياها كنموت على اللون الكحل وبلي كنشوفوا حاجه مبهجه ومفرحه. داكشي اش دايرينو في الباك جراوند دابا؟ لقيت باللي انا كنشوف قدامي فيرسيون ديال عادي البنت. عادي كون كان بنت كان غيكون هي. كنت ضد فكره الزواج، كنقول انا باغي نعيش حر، انا ما بغيتش نتزوج. واش كاين هاد الفكره ديال نقدر نبقى نعيش مع بنت وحده، مع مرا وحده حياتي كامله، زعما هكا نعيش ونموت معاها هي بوحدها؟ الا سولتيني قبل نقولك مستحيل، ولكن ربي مني كيلاقيك مع مرتك ديال بصح. حيت الفكره ديال نتوما كتكونوا مزوجين بالسماء، كنت كنسمعها وكنقول هادي هضره ديال الكبار كيقولنا الازواج كيكونوا مزوجين بالسماء قبل من الارض. شفتها مرتي بحال هكا، كنعرفك انت هي هذيك البنت اللي عقلت عليك واللي شفتك في الاعدادي. فاش كنت كنتخيلك هذا هو الوجه اللي كنت كنعرف. دونك صافي وريني داركم غنمشي عنده. بحال هكا نمشي لداركم انا صافي. هادشي ما غنفكروش فيه بزاف. والارواح مني كتعرف بعضياتها وبصح كتبغي بعضياتها كيطرا واحد ما عرفتش شي حاجه كتلاقى في البلاصه اللي صعيب نشرحها لك الا لما لقيتي هذيك دوان. كيف غتشوفو؟ غتشوف فيه الشوفه الاولى هي مرتك يا راجلك في البلاصه، ما غاديش تفكر جوج مرات. كنقول لكم في ظرف شهر ولا شهرين لقيت راسي هاز الورد غادي بوالديا وكنقول لهم يلا غنمشيو نخطبوا واحد البنت. حنا رسميا غادي نمشيو نخطبوا اليوم نهار ديال التعارف. شنو الاحساس ديالك حسنا؟ الله يكمل عليك فرحانه وكل شيء مزيان. الله يكمل. كنا شويه الخلعه؟ لا بابا الحمد لله بالساعه يعني شدتني الخلعة قبل. وهاد الخلعة كتشد أي راجل وتحدى أي واحد، أي راجل في الدنيا. سولتي النهار اللي مشيتي تخطب ديك البنت شنو حسيتي قبل؟ الساعات اللي قبل شنو حسيتي؟ وليت كنقول أش داني؟ كون خليت حتى الغدا وعلاش أنا نمشي اليوم؟ هذيك الخلعة هي أحسن إحساس ممكن يحسو شي واحد في حياته. كيف دخلت وقلنا لهم طالبين راغبين، كنشوف الوالدة حدايا عينيها كيبريو، الوالد ديالي فخور بيا وفرحان بيا بزاف. هاد الإحساس بعيد على كاع داك التخربيق اللي ممكن تعيشو مع شي إنسانة خارج إطار الزواج. والله غنبالك بحال كنقول ديك الهضرة ديال لغة الخشاب ولا شناهو، ولكن اسمعني أنا راه بحالك والله حتى عشت داكشي اللي عشتي نتا. أنا تلاقيت بنات قبل وكنت كنقول بلي راه هادي هي الحياة، ولكن راه هاديك ما حياة ما والو، غير كتنسي غير كتهرب من شي حاجة اللي ربي خالقك على قبلها. ربي خالقك باش تكون الأسرة. ربي مني قالك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا كان كيقصد هاد الحاجة، باش مني نلاقيك مع الشخص المناسب. صافي سير توكل على الله وأنا معك.
الموضوع مشيت نخطب كاع البيبان ديال الحياه بداو كيتحلوا لي. انا بعدا قبل ما نتزوج كنحس بلي الحياه سالات بالنسبه لي. واش انا مستمتع؟ كنقول لك ما مستمتعش، حسيت بحال صافي وصلت لكاع داكشي اللي باغي نوصل ليه وشي حاجه ناقصاني. ملي دخلت للعالم ديال انني نكون اسره، النظره ديالي تحلات للعالم، وليت شغوف، وليت باغي نخدم اكثر، وليت كنبغي اي حاجه حدايا. حسيت باسمى احساس اللي هو الحب، وحسيت بديك الموده والرحمه اللي وصلنا عليها الله سبحانه وتعالى. وما تعطلتش بزاف من ورا ما مشيت خطبتها من عند الاهل ديالها. قلت لها شوفي هذا العرس غادي يكون في 3/3 نهار عيد ميلادي، غنديروا هذا العرس هذا. ويلي عادي بقى شهرين، بقى 3 شهور، هادشي ما كيهمنيش، غنتزوج وغنديروا هذا العرس. النهار اللي تكاتبت فيه مشيت سافرت لدبي، باش تعرفوا باللي كنقول لكم البيبان بدات كتحل غير بوحدها. مشيت لدبي على اساس انني واحد من صناع المحتوى المغاربه اللي غيمثلوا المغرب عربيا وعالميا. في 3 ايام خديت الاقامه الذهبيه ديالي، سافرت للكوت ديفوار ودرت كونتوني اللي وصلكم للقلب، حيت كنت انا مشارجي، حيت كنت انا عامر بالحب، نفس داك الحب حسيته به. وبطع عليا غير وقت حتى نرجع للمغرب باش نبدا التحضيرات ديال العرس. اكثر حاجه تمتعت بها هي ديك التحضيرات، حيت فيها اختبرت راسي انا وياها، شفنا كيفاش نقدروا نتفاهموا، كيفاش نقدروا نورغانيزيو واحد الحاجه، كيفاش نقدروا نخلقوا حدث. ربي يسر في هادشي كامل حتى وصلنا لهذا النهار اللي نتوما حاضرين ليه، لهذا النهار اللي انا كنشارك معكم فيه الاحاسيس ديالي بقمه الصراحه. بغيت يشوف والديه فخورين بيه باش يقول لهم بلي واخا امي وبا انتما كونتوا واحد الاسره ولدتوني، انا دابا كبرت وغنتزوج وغنكون اسره بحالكم، وانا غيكونوا عندي وليدات بحالكم. راه اسمى واوعر حاجه ممكن تقدم لوالديك، وهذه هي سنه الحياه، وهادشي علاش اصلا تخلقنا باش نعيشوا هاد التشالنج في الحياه، نكبروا نكونوا راسنا، نكونوا افكار، ونلقاو واحد الانسان اللي عنده نفس الافكار ديالنا واللي هو كومباتيبل معانا، ونخلقوا معاه علاقه اللي راضي عليها كل شيء، راضي عليها الله سبحانه وتعالى، راضي عليها والديك، راضي عليها المجتمع، راضي عليها كل شيء، ما خايف من والو. راه واحد الاحساس واعر بزاف. وقتاش غنعرف راسي انا واجد دابا للزواج؟ واحد النهار بالضبط اللي غتشوف فيه واحد الانسان، مني كتشوفها كتحس باللي شي بحال كتعرفها من شحال هادي، نهار تحس باللي داك الانسان اللي قدامك كتقدر توقع اش غيقول من هنا لقدام، كتقدر توقع الجمل اللي جايين، عرف بلي راه هو دوار. نهار تشوف بلي داك الانسان كيخاف عليك،
كيبغيك تنجح اكثر منه، بغي يعاونك في اي حاجه، بغي يصلح لك حياتك، بغي يصلح لك مستقبلك، بغي يشوفك ديما فرحان. عطيك واحد الحب اللي لا مشروط كيف ما كنسميوه، حب اللي ما عندوش شروط. انايا كنبغيك حيت كنبغيك وما عارفش علاش، غتلقى راسك حتى انت كتبغيه بنفس الطريقه. بقاش فكر في كيفاش غندير، كيفاش غنتزوجو، وشنو من بعد غيوقع كاع هاد المخاوف هادو، غير نقزهم، توكل على الله. واحد هضرتي كنت كنسمعها كنت كنقول الزواج كيجيب رزقو، الا فكرتي تكمل دينك ربي راه كيبارك لك في هاد الشيء. اقسم بالله على النهار اللي خديت فيه هاد القرار ما عرفتش كيفاش حياتي كتيسر، حيت درتي داكشي اللي خاصو يدار. وعاجلا ام اجلا طرتي ولا نزلتي في الاخر غتسالي بك بانك غتزوج. عرفتي بزاف البنات درتي كاع هادشي كامل، اخرتها مع هادشي كله ما غادي يفرحك، ما غيحسك الا بانك راضي على راسك لا والو. الرضا عن النفس هي ملي كدير شي حاجه اللي كترضيك انت، كترضي الله سبحانه وتعالى، كترضي والديك، كترضي المجتمع، وكترضيك انت وديك الانسانه اللي شاركتي معها حياتك وتشارك معها حياتك حتى تموت. محتاج انسان اللي يكون قريب ليا، اللي نشارك معاه كاع لي ديطاي ديال حياتي، اللي برا نكون نحس براسي هو الاسد وستريكت هارد وركر، كنخدم بزاف وكلشي، ولكن ملي نرجع عندك الانسان نحيد كاع دوك لي غارد ديالي، نلوح الاسلحه ديالي بعيد، نحيد دوك الادوات ديال الدفاع ديالي، ونقول لها ها انا انسان بسيط، ما عندي لا ايقول، ما عندي حتى شي حاجه. وديك الانسان حتى هي كتجي وكتحيد كاع داك الكبرياء ديالها وكتقول لك ها انا لا ايقول والو، انا وياك متنازلين على الالم الاعلى ديالنا، وغير باغي نعيشوا حياه لي زوينه، ويجمعنا سقف واحد، ونفكروا في شنو غادي ناكلوا غدا، شنو غادي نديروا، شنو غادي نعيشوا مثلا. ولا ملي كيكون عندي شي فيديو كنصوروا كنناقشوا معاها كتعطيني افكار، البرين ستورمين اللي كنت كنديروا غير مع راسي، وكنبقى جالس وكنبقى ندور في راسي. ولا عندي واحد الونيس اللي كنقدر نشارك معاه هذا الشيء باحساس بحب، بزاف ديال الحوايج اللي هما زوينين. الناس ملي كنت كنقول لهم كنفكر نتزوج كيقولوا لي بلي الحياه ديال واحد كيف ما كنسميوه اونتر بارونتيز صانع محتوى او الارتيست كتوقف مباشره ما كيتزوج، هذه اكبر كذبه. انا انسان كنت مبعثر، انسان كنت مشتت كيف ما كنقولوا، ما عارفش طريقي، من ورا ما تزوجت ولات عندي طريق، ولو عندي احلام، وليت كنصور اكثر، وليت كننتج اكثر، ولا عندي حب لهاد الكاميرا اللي كنهضر معها دابا اكثر. بالعكس الشغف تزاد ماشي تنقص. هذه نصيحه لك اخويا اللي خايف انك تاخذ هاد الخطوه هذه، الا كنتي كتحس باللي وليتي كتعيش في اللام معنا. هنا يعرف باللي راه خاصك واحد البارتنر اللي يشد لك بيديك وتشد ليه بيديه وتكملوا في طريقكم، تمشيو وانتوما شادين نفس الحلم، وان شاء الله غتوصلوا ليه بجوج. ديما كنقول كيفاش كنت غنكون كون كنت بنت، لقيتها انت هي تزوجت بها سهلة ايزي. مني تلقى الفيرسيون ديالك بنت عرف باللي راه هي هذيك هي مرتك اللي خصك تزوج بها. بزاف الافكار اللي غايجيو لبزاف الناس اللي كيقرروا يتزوجوا، اول فكره كتجيك هي كتقول لا خا
خليني نبقى بوحدي عايش، نقدر نتعرف على بزاف ديال البنات في نفس الوقت، علاش غادي نقرب راسي مع بنت وحده؟ وباقي الحال علاش غندير انا هادشي؟ غادي تقول بلي حنايا في واحد المجتمع اللي ولا متفتح والزواج ما بقاش هي واحد الحاجه، الزواج واحد الحاجه اللي قديمه. كي اللي غيقول الفكره ديال علاش غنزيد عليا المسؤوليه ديال واحد الشخص اخر اللي غادي يتزاد عليا، واش انا قدر على مسؤوليته وانا قدرت على راسي؟ وانا كنقول لك نهار غتبغي دير بصح، حيت انا بغيت بزاف المرات قبل كنت كنصحاب هذاك هو الحب، اما الحب الاصلي لواحد البنت هو كيف كتشوفها مرتك، وما كتكرهش تعجل بكاع داكشي الاحداث كاملين، الخطوبه، العرس، ضريب الصداق، كاع داكشي بغيتيه بالزربه. عرف بلي هذاك هو الحب الحقيقي. خليني من داك الحب اللي كتحس صحاب وانت حب وباغي غير تبقى تهضر في التليفون وباغي غير تبقى تخرج وتتلاقى، هذاك غير اعجاب اولا شي حاجه دوبامين فرزتي في الاول وعجبك وصافي. اما الحب الحقيقي هو اللي كيسالي بهذا النهار وكيسالي بهذا الحدث اللي كنشاركو معاكم بكل حب. فرحان بزاف انني شاركتو معاكم، انا كنآمن بالاحساس، وحتى الا كنت غندير محتوى اللي تفرج فيه نحسسك بواحد الاحساس، نحفزك. الا كنت يا خويا كتفرج فيه وباقي متردد انك ما باغيش تزوج، اقسم بالله غير توكل على الله، انا كنقولها لك خوك انايا اللي ديما كنت ضد هاد الفكره هادي، ملي لقيت الشخص المناسب راني توكلت على الله وربي غير سهل عليا، ربي غير ما دار ليا غير داكشي الزوين. حتى نظرت الناس ليا واحد الحاجه اخرى تفكرت عاوتاني، الناس كيفاش كيشوفوا الراجل اللي مزوج كيشوفوا انه اكثر شجاعه واكثر ثقه في راسه من الشخص اللي باقي ما تزوجش، انه خدا واحد القرار اللي هو شجاع ورجولي، وهذه حاجه واعره. انا وليت كنحس بالفخر قدام كاع الناس اللي كنقول لهم ها هو داير هذا الخاتم ومزوج، بحال ترقية في الحياة. أنا بالنسبة لي كنشوف الزواج هو ماشي كيفاش كيسميو الراجل اللي كيتزوج، كيسميو دخل الكراج. أنا بالنسبة لي أنا ما كندخلش الكراج، أقسم بالله إلا كدوز لحياة أخرى كتحل واحد الباب كبير، باب ديال الحياة اللي هي كبيرة وعامرة بالورود وعامرة بالحياة اللي هي زوينة. ولا عجبني الدار منين نجي نقادها ونصيفها حوايج جداد، وليت كنشوف بزاف ديال الإضافات اللي هما واعرين اللي أنا كنت معرفش القيمة ديالها، ما كنتش عارف القيمة ديال نخرج ونرجع في الوقت. هادشي كنت كنقول بلي راه هادشي غادي يربطني وغادي يخلينيش حر في حياتي، اما ولا بطع ليا غير وقتاش نرجع في الوقت ونلقى ديك الانسانه كتسناني وموجده الدويره ومقاداها وفرحانه بيا وكتلقى ليا قدام الباب ونسلم عليها. ما عرفتش وليت كنحس بحال عندي حريتي في داري، ماشي الحريه برا، الحريه عندي هنا. انا عارف هاد الفيديو كنت كنعطي بزاف ديال الافكار اللي مبعثره، كنحاول نقول كاع داكشي اللي كيجي ليا في راسي، وانا عارفك بلي غتحس بيا. بزاف الناس كانوا كيقولوا عليا هذا مريض نفسي، حيت انا كنت كنقولها وكنت كنربطها بهذا الحدث، هذا مخربق مع راسو كيفاش غيقدر في الاخر يجي ويقول لينا تزوجت، هو كيقول لنا عمرني غنتزوج في حياتي. انا كنت بحال هكا، انا كنت كنقول بلي عمرني غندير هادشي، ميم في دماغي انا كنت كنقول ماشي ستابل في دماغي، كنت كنمشي عند اطباء نفسيين باش نقدر نكون ستابل ومتوازن. حاليا مني خديت هاد الخطوه حتى مني ما كنحسش براسي مزيان، حتى دوك لي سويتش اللي كيجوني في راسي واللي كنت كنقول بلي ما تقدرش واحد الانسان تسيبورتي، لقيت الانسان المناسبه اللي كيجيوها لي سويتش بحالي بحالها، فهمتي؟ مني انا كنكون فرحان ومهايبي كتكون فرحانة ومهايبي، مني كنكون كاعي كنكونو كاعين وكنعيشو اللحظة وكنستمتعو باننا كاعين، كنقولو اتس اوكي. هاد الكعية هادي كتجي من وراها فرحة، اجي نعيشوها ونشوفو شنو نقدرو نصالحو، وعلاش هاد المشكل ولا، وعلاش هاد المشكل ما ولاش بحال هكا. ومني كنكونو فرحانين كنعيشو الهبال ديالنا الحماق ديالنا بنفس الطريقه اللي كنفكروا بها بجو. والحاجه اللي غادي ندعي واللي غادي نطلب هي الله يسهل على اي واحد كيشوفني،
الله يسهل على اي واحد حاضر معايا في هذا الفيديو. انا هنا ماشي باش نشارك معاك قصه حياتي، يمكن كنت كنشارك معاك بزاف ديال المراحل في حياتي باش نوريك كاع داكشي اللي عشتي انت انا كنعيش بحالو، كاع المراحل اللي ممكن تدوز منها انت انا كندوز منها انا. يمكن تبغي شي واحد يهضر بلسان دماغك، انا هو داك الشخص اللي بغيت نهضر بلسان دماغك ونقول لك بلي اقسم بالله العلي العظيم ان ربي في هاد اللحظه هادي حاط لك خطه احسن من هذيك اللي انت داير في بالك. غير سلم امرك لله سبحانه وتعالى، واخا دير بزاف ديال الحوايج خايبين عرف بلي الله سبحانه وتعالى مازال مد لك يديه وكيقول لك شوف مني ترون هادي بصح اجي عندي، راه انا اللي عندي لك القصه الواعره اللي بغيتك تعيش. وإلا خليتك تحس باحاسيس اللي هما ما مزيانين غير باش تتعلم وبشتي عند الله سبحانه وتعالى ولا غيعطيك الحل. غتبقى تشوف الحلول في ناس قدامك، في حاجات اللي غيطراو في كل نهار ديالك، فيهم رسالة ليك اللي كتقيديك وكديك الطريق الصحيح اللي غتمشي فيه. كنتي كتغلط راه عادي، كلنا كنغلطوا. الانسان اللي قدامك اقسم بالله ما انا يا مثالي كاع، حتى انا نفس الاغلاط. شي كاع داكشي اللي كتخيل راسك انت غلط فيه غلط فيه بالضبط، ما بغيتش نقوله ولكن انت فهمتيني، درت نفس الاغلاط اللي درتيها انت. حنا كنصلحوا راسنا، حنا من الاغلاط كنتعلموا. المثاليه هي واحد الخاصيه الهيه، حنا ربي خلقنا العباد ديالو، عطانا غير نفخه من الروح ديالو، وعرفنا اننا غنكونوا خطائين، عرفنا بلي ما غنكونوش مثاليين وما غنوصلوش للكمال وما غنوصلوش للمثاليه كاع. الكمال لله سبحانه وتعالى، يعني المثاليه اللي انت باغي توصل لها عمرك توصل لها. يكفيك انك تقبل كاع داكشي اللي فيك ما كاملش، واحد النهار غتلقى لي الحل وغيولي حسن، واحد النهار غتلقى واحد الشخص او واحد البارتنر غيكون معاك اللي غادي يكمل لك هذاك البوزل. عرفتي بحال ديك اللعبه ديال البوزل، واحد الشكل والاخر كيكون تاهو شكل، ملي كتلاصقوا مع بعضياتكم كتكونوا كتكملوا بعضياتكم. هذا هو الشخص اللي غيعاونك، هذا هو الشخص اللي غيدفع بيك. ان شاء الله نعاود نجيكم بواحد الفيديو اخر اللي نقول لكم فيها وصلت لواحد المرحله اخرى في حياتي، ونشارك معكم فيها الاحساس اللي ما عمرني غنبخل عليك به، وغنكون فيه صريح معك ونقول لك فيه كل شيء اللي كنحس بيه بالضبط كيف ما خاصه يكون. وديما غنقول ما تنساوش والديكم، قرايتكم، الصلاة، سبور. السلام عليكم.